السلام، معكم نسرين تاليد، مشربت المقدمة حنان تاليد. السن ديالي 17 سنة، جينا من منطقة مراكش إقليم الحوز. جينا أول مشاركة لنا من المهرجان ديال أطلس بأزيلال، كان مهرجان في المستوى. المشاركة ديالي كانت بديت على 10 سنين، كانت اختي كتركب وبقيت كنركب معاها حيت كتعجبني هذه الهوايه، وهي وصى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي هوايه زوينه. الله يجيب السلام. الموسم كيكون غير في سميتو العطل، والدراسه راه كنتبعها عاد. كان شويه ديال الخوف، ولكن من بعد بقيت كنتطور وكنركب عاد. اول ركوب لك اش حسيت؟ هو شعور زوين، شعور زوين. لا لا مكاينش الخوف، حيتاش كنت كنركب حدا المقدمه ما كنتش كنخاف. كانت طبيعة الدراسة ديالي وغادية فيها مزيان الساقة. كنقرا في المستوى الكاتريام وطالعة للمستوى، طالعة للثانوي التأهيلي. كنت فرحانة وكنتسنى غير اللحظة فاش ركبت أنا ونشارك في المسام ونكون بحال ختي، وإن شاء الله حتى أنا نكون مقدمة. الأمنية ديالي هي أننا نزيدو لقدام ونديرو شي صربة ونشاركوا في بزاف ديال المواسم ونكونوا في المستوى ان شاء الله. يتبعوا الهوايات ديالهم وما ينساوش الدراسه ديالهم. الحفيظ الله قول مشيو الخيل. المكحل عاده هاراو الخيل شد شد الجمد وع هذا بحال خويا كنعومو كنعطيه الماكله كنغسليه كنشرجو. الوالد ديالي هو اللي رباني، وهاد الحرفه عجبتني طبوري دار مزيانه. هو اللي علمك؟ هو. شحال دابا من عام وثلاثة؟ عامين. عامين دابا؟ اه. شنو المستوى الدراسي ديالك؟ سبعة. سبعة؟ اه. كيفاش توازن ما بين الدراسة والكم خير؟ الوقت ديال الدراسة الدراسة، الوقت ديال الطبوري ديال الطبوري. الأمنية ديالي نكون بوردي، نكون عندي الصربة وندير الصربة ديال الصغار ونشارك في دار السلام. هذا الشيء اللي كاين. اليوم راه الطبوري دار مزيانة. الرياضة مزيانة. والرياضة. الحفيظ الله قول مشيو الخيل. المكحل عادق هاراو الخيل شد شد الجمد وع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.